بعد ليلى اكيد على ام تي في بيستنوا مرتي. مساء الخير وتحيه لكل مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مثل كل ليله جمعه موعدكم مع برنامج اسالوا عن برنامج حماسي. أربع مشتركين رح يتحدوا نفسهم والألعاب رح تكشف مدى معرفة الشباب للسيدات والعكس بالعكس. بالنهاية ثنائي واحد بس رح يربح سيارة موديل 2015. كل هيدا بحلقة الليلة. ما رح أطول عليكم وتعرف على مشتركينا. يلا بونسوار وأهلا وسهلا فيكم. بداية بدي رحب بربيع وميريام. بونسوار. بونسوارين. بتحبوا الصيف؟ بتحبوا الشمس؟ لأنه أكيد. عرفتك على مين؟ على الشمس. لا انتبه ما تحرقك الشمس. كيف صارت ما حرقتني؟ حرقت لك قلبك خلص. كانت قاعدة على البيسين بتعرف برونزاج وميو وخبريات وكذا. وأنا بس هو بكل اللي شافه فيها ما شاف الميو، ما شاف شيء، شاف شفافة. ليك بلا شفاف كرمال هيك هي حبته. انه كانت على المايو ما شاف الا شفافه فطمنت عليه. ما هي كانت دهن شفافه بس شعر. بدك تحكي طيب اديك شي كلمه. ماشي شو تعمل؟ اخذ كل شيء. اخذ قلبك. الله يخلي لك. ثانك يو. وراح اتعرف عليكم اكثر خلال الحلقه. فريال وكمال اهلا وسهلا فيكم. بونسوار. بونسوار. مين كان بيقول انه العمل الاجتماعي ممكن ينتهي بقصه حب وغرام؟ خبريني يا فريال وكمال. كنا نشتغل بجمعيه سوا وكنا عاملين نشاط رايد فور بيس فولو ذا وومن وتعرفنا على بعض بالبولمان. نعم بالباص. ايه بالبولمان تعرفنا على بعضنا وبلشت القصه. شو صار كمال؟ شفتها بالباص؟ انا بعرفها بالجمعيه. ايه بس كيف تجرأت تقرب عليها بالباص؟ كنا رايحين من بعلبك على بيروت. فقاعدين لوحدهم هنا فبلشنا. ليش لا؟ ليش لا؟ بلشنا نخبرهم النكات. ايه تتهضمن يعني هو بطريقه اخرى الشباب بتعرف على بيتهضمن مش غلط. ايه كلياتنا قطعنا فيها. فتعرفنا حبينا. بس لو شو ما قالت لك بتضحك ورغم انت بقول لك لو كنت مكتبه. ايه لو بتقطع بس انه حبيبتي اول فتره بعدين بقول لك بلا وشو كنت ماخذ. مش حلوه ما بتضحك. بس كل ما تخبرني خبريه ما بعرفها. لا بتعرفها قطعت. الله يخليكم لبعض رح اتعرف اكثر عليكم خلال الحلقه. ليال وجاه يعني حدا بيعمل عملتك يا جان ما بيخاف على خده على شي كف على شي ضربه وبتنقش معك وبتتجوزها؟ رجال نحن. بس عن جد قلبك يعني مش معقول مخاطر. حابين تعرفوا ليش؟ خبرنا. اجت لعندي على المحل. ما بتعرفها؟ لا ما بعرفها. فقصيت لها غره قصيره. جزيت لها الغره. ومش لي اياها قصيره. ما قصد ليش؟ كرمال اجيك اليوم اعمل رتوش للغره عندي. يعني بلشت من الغره. كل يوم. من الغره ملك لك قلبي. الله يخليكم لبعض. وان شاء الله اليوم تتوفقوا ايضا بالحلقه. ريما وجوني. القصه بدات بليله راس السنه. شو صار يا ريما؟ رحت لعنده بإجرية. لا إراديا نصيبي ومقدر لي. مضبوط. أختي عزمتنا لعندنا على البيت. ديجا أنا ما بعرف إنه عندها خي. فطلعت وطلعت مع أولاد عمتي يعني غصب عني. لا فهونيك تعرفنا سوا وبلشت القصة. يعني شو صار؟ لا قال لها بدي دق الحديد هو وحامي. مضبوط. ما في مجال ما في مجال يعني دغري شو صار لما دقيت الحيط وهو حامي؟ سكرت خط بوجهي. والله يا جوني منك قليله يا ريما. مزبوط. سكرت الخط بوجهه ومن بعدها شفنا انه تجوزوا يعني ما بدي حدا اكثر يعني ما في داعي اسالكم اكثر من هيك. صبايا وشباب مين جاي وفعلا حاطط براسه بده يربح السياره؟ كلنا. كلنا اكيد. كلكم اكيد انتم. ما في اجابه ما حسيت فيه. انا الصراحه جاي اشوفك يا شو السياره. طيب كلمه اخيره لشريكتك او كلمه اخيره لشريكك قبل ما نفصلهم عنكم الى الغرفه المعزوله، شو بتحبوا تقولوا لبعض؟ فيل فري الهوا لكم. مع بعض تفضلوا. انا بقول له جود لك. يلا ان شاء الله نربح. لك حتشتاق له من هلا كمان حاحس. ايه اكيد اكيد. انا بقول له لازم نربح شد حالك. جو
بدنا ناخذها معنا السياره. انا اكيد بلا انه زينت لي حياتي كلها وربحنا ولا خسرنا هي احلى شغله صارت. لا لا بصير لا بصير بصير انا والحكي المعسول وهالقصص مش كثير اصحاب لانه البرنامج رح يكشف انه بالنهايه لما يصير في توتر وفي حماس رح ينسوا الحكي المعسول وكل واحد رح يبين على حقيقته. صبايا بضلكم على المسرح لو سمحتوا، صار وقت اخطف حبيب قلبكم الى الغرفه المعزوله وحكي رجال، تفضلوا يلا يلا.